السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم في برنامج مايكروسوفت إكسل سنتعلم طريقة تجزئة عمود واحد إلى عدة أعمدة. مثلا لدينا الأسماء الآتية، أود أن يكون الاسم الأول هنا والاسم الثاني والاسم الثالث والاسم الرابع أيضا بهذا الترتيب. أيني سأقوم بتجزئة هذا العمود إلى عدة أعمدة، أقوم باختياره في البداية، ثم من الداتا البيانات هنا أقوم بضغط على هذا الاختيار، هذا الاختيار حيث text to columns يحول النص إلى أعمدة. ومن استخداماته أي split a single column to of text into the multiple columns، أي يقوم بتجزئة عمود من النصوص إلى أعمدة. مثلا فلو كان لدينا العمود يحتوي على الاسم الكامل فإنه يمكن تجزئته إلى الاسم الأول والاسم الأخير. والطريقة هي في البداية نقوم بتحديد العمود المراد تجزئته، ثم نضغط على هذا الاختيار text to columns الموجود في داتا. بعد الضغط عليه تظهر لدينا هذه الواجهة، نضغط next. الآن نريد الفاصل أن يكون عبارة عن الفراغ. هنا أنت لن تجد هذا محددا، فإن الناتج سيكون بهذا الشكل. هنا الفاصل بين الأسماء هو عبارة عن فراغ، لذلك فإني سأقوم باختيار space أو أقوم باختيار others وأقوم بكتابة فراغ أو space في هذا المكان، ثم بعد ذلك أضغط next. الآن أقوم بتحديد مكان الذي سأضع فيه النتائج التي أحصل عليها، أقوم بالضغط على هذه العلامة الموجودة هنا. بعد الضغط عليها أقوم باختيار هذا العمود أو العمود اللي بعده وهذا حتى يضع النتائج، أن الاسم الأول إذا اخترت هذا العمود سيكون الاسم الأول والثاني والثالث والرابع هكذا. أضغط على هذا العمود ثم أضغط مرة أخرى على هذه العلامة وأضغط على الفينش. الآن قام البرنامج أو قام بتحويل هذا النص إلى عدة أعمدة كما هو موضح أمامكم في هذه الطريقة.